فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري. مسفرتوج أم مستنا جوال تيمو من دنو مليون ساينقر مسفرتون وجدنا قريالو أتر على ما تحف سلوهنا مالنا شرائط مالت جمع شريطة شرط مالت راسو من دنو بقوام قادر رجاء ملكت مالنا فقد جاء أشراطها لا لا القرآن فقد جاء أشراطها ما فقد جاءت علاماتها ما لنا بشرع درجام بهون شريعة لهون حكم ملكة عدرقو طالبنا أنه شرط من لقد تكموت جن ديفنيشنو ويم تعريفه من دنو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لالو شرط مالت يا نجر كتفى مشروط أبرو يتفعل لمثال وضوء صلاة شرط نو وضوء كليلة صلاة يلا ما لنا جن شرط تجنينا مشروط ما جنيت هلا بث مالت عدل يعني وضوء هذا الرجل له مسجد هلا بثن هلا بثن مسجد جاء وساعات سيدرس بيجانا مستقله شرط مالت هنا سجن شرط يتدرج الله ثنا قال ليجني ولا يجني مثلا سيت أفاقن أبرو يتفعل هون يتيمم شرط مالت السوق حالته مالت تيمم تككل يما يهون باتشو شرط وش مالنا نقر وش مالنا شرط مالت هنا معنا لذاته لأمر آخر كو لمثال وضوء تجني صلاة مسجد قد يتاي هنا يصلاة ساعات كدر رسالة يعني قد يتاي هنا وضو صلاة الله علم قد يتاي هنا مسجد جاو ساعات سلا در رسالة نونج لذات الشرط على اللي هي وجوب مالنه لأمر آخر نونج يبا لذاته مالت لزانقر سبال قد يتاي ما يهون مالنه ولا عدم شرطه سلا تقيني صلاة تجني ما دل صلاة ما جنيت قديتها من هون بطنية تامكوا بيفتر شرط صلاة تجني ما دل لسه زات على الملل أنا قرن وجه تجني ما دل والله أعلم طيب تيمم مالت بقوم قدرجة قصد مالن ما السب مالن قال تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقه مطفون نغر ياسباچو ايتشن صدقا يالاچو اتستوال ولا تقصد الخبيثه للصدقه مالا طرطرو نونج ومنه قول امرئ القيس فلما رات ان الشريعه همها وان البياض من فرائسها دام تيممت الماء الذي عند ضارج يفيء عليها الظل ارمضها طامي تيممت مالت قصدت مالا بشرع درجات تيمم مالت ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصه عفرن ودفيتنا ودئجوج ما درسنا بتليه مسفرت لان كل وصول ليس تيمما وران صوت المتا يخلال ولا هنا نغرت انا ساعه خلال لا هي ادلم شرط الله من خصائص هذه الامه نو يلالو تيمم وليلوج امهوج عندنا بوضوء يزي امه خاصيه ادلم ألفوا حديثها سالفنال صلى الله عليه وسلم وضوء درجو هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي بالوان هنا وضوءه كان يبي فيدي نبر نبيوتش من دزه نبر مياه درجو ثالو لذي وضوء بألفوا أمة وتشم نبرة تيمم جن لذي أمة بتجاه تسدت سطوتانه إلى له وهو رخصة على الأصح وقيل عزيمة وبه جزم الغزالي وأجمع العلماء على اختصاصه بالوجه واليدين تيمم يدرجوا لفيت النالج بتشانو ملولا اجمع تقينتوال حدثا اكبر بهون اصغر بهون لجنابان بهون لحيضنا نفاسا طهر بهون مسجد كان لباچو يانو كهجرا ب 6ኛው አመት ወይም 4ኛው አመት ነው የተደነገገው አምስት ሸርጦች አሉት አንደኛው وجود العذر بسفر او مرض ወይ መንገደኛ በመሆን ወይ በመታመም ሰበብ ወሃን መጠቀም የሚከለክል ችግር መገኘት ነው
وهو بمطفاته ويمنه متكم بعلى مشال معناه تيمم ثابت بالقرآن وبالسنة وبالإجماع بهلهم أدي اللوج ترقاق طال كقرآن قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمام يوج كوناتشو من قال لاي كوناتشو ويم عنداتشو كمت سداجابيت كمتا ويم سيتوچن كنكاتشو نزي كله وضون ميافرسو نغروشناتشو كفيلوچو فلم تجدوا ماء وهكا لاغنياتشو فتيمموا صعيدا صعيدا فلقوا ويم عصبت اقصدوه للطهارة ما لنه قدي بهولت مكنياتنا ويتفكروا مالتنا فدل حكم الله على أنه أباح التيمم في حالين أحدهما السفر عند يوم أنقرش هونه للتنيرمو والإعواز من الماء يوها أترات سياقات تبنو كسفر قارة يوها أترات مالنا ولدتو عند لي إنجي مسافر الله يفكر لدي فلم تجدوا ما أنسل هناك أيدو ويدقمو بشتنيا هنو حضرم هنا سفرم هنا وهم التكم كالشالة وضوء فتام هنا جنابا يقاتم ولتاتهم تيمم مارك يفكر الله تعالى لما رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل نبي صلى الله عليه وسلم قال يهونا قزولا ينبرننا صلاة درسة السجدوا አሰግደው ዞር ሲሉ አንድ ሰው ፈንጠር ብሎ ብቻውን ተቀምጧል ሰጋጆች ጋር አልተከላከለም ما يمنعك ان تصلي ኛ ጋር መስገድ ምን ከለከለህ አሉት قال اصابتني جنابه ولا ماء له جنابه አጋጠመኝ ውሃም የለም ላርጋ እንግዲህ وان كنتم جنبا فتطهروا ملون ያውቃል የተየሙን حكم ደሞ አያውቅም ሰውየው በሚችለው ነው ሰው የሚሰራው قال عليك بالصعيد فانه يكفيك عفركو بتتكم يبقى حال بلوطال وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا لا يجوز التيمم للجنوب تلالك صحابتنا عمرنا عبد الله بن مسعود عندين تلالك صحابت مهكل راسو اختلاف هي أحكام اختلاف باجتهاد عندما يفتر لببلو باجتهاد لا يمخالف لا غضاضة فيه كله محكم فلاقي سكون درس مياس نور هذا اللهم اياوك دليل يتنقروا ان بينك على يعنينه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب أليم واذا مو دليل بل هون انت بتردهم الكساهم بل لا تردوس كلهم يراسوا من نسأل الله بني من نسألك على اياه يبالهم اجتهاد اختلاف الله ايوه نمالو وبه قال النخعي وكيل انهما رجعا عن ذلك كن دليل فنتوي على نوم عمر انداوم عنده لا يتساتى في نبره في الصحيح الله حديث قال عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه تيمم لجنوب الفكدال بلو سنقر انظر ما تقول على عمر مسلم لين حديث اسم متوراون يطرى بتورى يشال ما يلوت ها على ذا ادب تاغنيا له نو انقدي اندذا سلوت ارسو مچن بني لاي حق سلالوت بامير النتو تزاز كهونه يقبل الله علاج ان شئت الا احدث به لما لك علي من حق قالوا نجر جنا نجر لا استوسع علاج ارايت يا امير المؤمنين اذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت اننا انت النبي راساچو لا كنا فاجنبنا جنابه هون اما انا فتمرغت كما تمرغ الدابه يعني لك ان تنسى عفر لا يتنقبل القال قياس ما يتتقمه جنابا سيون متطاب نو متطاب ما نو وها ساينور دمو تيمم نو يا جنابا تيمم عفر لا ينقبل له بلو قيسه سبحان الله بمثلاچو شرعون تطبيق لمارق بتردد ملكو منم تردد يلاچو امنتم عمر السا اي ان كنتم جنبا فتطهروني قالوا وهل تغنم
أو مسجد الشلم بلو حيث يقولوا كبر. أما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلم تصلي. فذهب هنا ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطعن وقال إنما يكفيك أن تضع تقول بيديك هكذا بلو تيمم ناسايوت. إهنن عمر تساتا في ناتشو قل بس أخو رسول إهن نقر هتستو سموش لاتشو لا وكمالو قد أولو توهو وموراتون إهنو يرسو هستاب سلاتشو أي تو كان على الله يمكن أبي يسمته كهونه نولي كما توليت على على في نتوس ده هالك تطلب بطن يا لط تو على لهم وما بقى هون رأيته تملسوا من رواية على عبد الله بن مسعود تملسوا على ملال له إلا منه وروى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن أبي ذر أنه كان يعزب في الإبل أبو ذر قملت بكاء يروك نبر أبو ذر هي نوال له وتصيبه الجنابة جاء قمل قصتك هنا جنابة قد ما تشوال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى 10 سنين السلام الدرس كان وهابا ياقين نتوها فر يا مسلم وضوء ما رجعنه ما الطهار يعنه فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وهاسي ياقين سونتون ياسنا كالو زلي عند أمانا ساتنا تمن دنو بتيمم يسجد سو جنابا كهونه وهاسي ياقين متاتب قديتانو مالك إيه مالت دمو تيممو جنابان أيوار دم مالن صلاة ندفك أدلت بيتشانهم يا رجل إيه حديث فإذا وجد الماء فليمسه بشرته هذا وفي رواية فليتق الله وليمسه بشرته الله نفرايله وفي البخاري هسوي أصابتني جنابة ولا ماء يالو إنما يكفيك عليك بالصعيد فإنه يكفيك قالوا ثالل بهالاقن فكبلو وهاسي أقنيو تقرتنا سطت اذهب فافرغه على نفسك قالت يدنا راسه لا يفصل فدل على ان وجوب الاغتسال باق على حاله التطب واجب هون دالنا التشار لغزيو بتا مسجدنا يتفقد لت معنا فسل عنه اهل الذكر ان كنت لا تدري.